النهاردة التحدي الأخير في مسابقتنا رشاقة أكيدة قبل السنة الجديدة، يعني تحدي مميز وإن شاء الله يعني هتبقى ختامها مسك إن شاء الله بإذن الله. وطبعا مع هذا التحدي حبينا نجيب لكم نموذج قفشناه وجبناه، نموذج كده كان خس حلو جدا وبعد كده رجع عك ونسي نفسه تاني، بس الحمد لله رجع التزم. ملتزم يا ده ولا لا؟ ملتزم أكيد أكيد ولا كده وكلام؟ قول وعهد الله ملتزم. وعهد الله ملتزم. خلاص يبقى ملتزم مش مشكلة. طبعا ده نموذج خس رجع لخبط تاني وزنه زاد ورجع تاني خس علشان خاطر يغير حياته. النهاردة معنا محمد هيحكي لنا عن تجربته علشان خاطر برضو كلنا نتعلم منه وما نكررش هذا الخطأ ان شاء الله بإذن الله. ومعنا في نهاية الفيديو كمان شرح التحدي الأخير من مسابقتنا رشاقة أكيدة قبل السنة الجديدة، اوعى تفوت هذا الفيديو. ايوه انت عايز تبقى رشيق، تبقى رشيق يعني اشترك في القناه بس كده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اسعد الله صباحكم واوقاتكم بكل خير، اهلا بيكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس. ومعانا نموذج من نماذج الفاشل الناجح ثم الفاشل ثم الناجح مره اخرى ان شاء الله باذن الله. طبعا كلنا يعني مش هنقول فشل بقى، ولكن هنقول يعني ما وفقش في التغيير الحقيقه، لان تغيير مش الجسم بس ولكن تغيير الفكر، وده حته مهمه قوي. لو غيرت فكرك هتفضل عايش طول عمرك برشاقه. احكي لنا بقى تجربتك. يلا والله يا باشمهندس السلام عليكم. الاول انا الحمد لله ربنا كان اكرمني، خسيت رقم كبير، بدات من 121 كيلو ويمكن وصلت لغايه 75 كيلو واقل كمان، يعني كان وزني وصل مثلا 73 كيلو ولا حاجه. الحمد لله ثبت من حوالي مثلا سنه ونص. بدأت بقى بعد التغيير بقى بدأ الواحد يعني يجمد قلبه شوية، طب ايه المشكلة لما اجرب، ايه المشكلة لما اعمل ايه، فبدأ الواحد يجمد قلبه فبدأ يزيد كيلو في التاني في التالت، لا مش مشكلة، لا هقدر ارجع، لا هقدر اكمل، لا. وزايد ان الواحد بقى في فترة من الفترات تعرض لشوية لمشاكل نفسية، فده بالإضافة للخبطة اللي هو أصلا كان فيها، لقيت وزني بدأ يزيد زيادة أنا مش كنتش متوقعها، زدت زيادة ما كنتش أتخيلها يعني، لغاية ما وقفت على الميزان من حوالي فترة كده، من حوالي شهرين ولا حاجة، ف يعني اتصدمت يعني ما كنتش متخيل إن أنا ممكن أشوف وزني بالرقم ده تاني. فالحمد لله تشجعنا تاني وبدأنا من بعد ايفنت اسكندرية وعم الشحات وحسام الجمل وكلنا بسم الله ما شاء الله، يعني عملنا شات كده خاص بينا وبدأنا وتشجعنا وشدنا من أزر بعض، والحمد لله رب العالمين. يعني شفت ناس كتير خست وشفت ناس كتير كانوا معانا وكانوا زايدين زيادة كبيرة وبدأوا يلتزموا ويرجعوا من أول وجديد. هو بس يعني الفكرة اللي أنا حابب أقولها إنه يعني وعن تجربتي الشخصية، وأنا واحد جرب وأنا واحد يعني بقالي أكتر من سنتين ونص مثلا ولا حاجة بدأ ضايت ومع الضايت، انه اللخبطة او العك او عدم الالتزام بيجيب العك على طول. يعني انا عكيت يوم هعك التاني هعك وهيفتح معايا الموضوع مش هيقف. يعني انا عكيت النهاردة خلاص اقف من النهاردة والتزم يعني والله يعني لخبطت النهاردة وعكيت خلاص ما سيبش الموضوع يفتح معايا، لان صدقني لو فتح معاك مش هتعرف توقفه، مش هتعرف توقفه بسهولة ابدا، عمرك ما تتخيل انك قوي في الموضوع ده بالذات، مش هتعرف. يعني انا واحد من الناس كنت بقول لا او سهل واقدر ارجع واقدر، لا الموضوع مش سهل. ليه بقى؟ علشان الناس هتبتدي تبص لك ان انت كنت نجحت وبعد كده فشلت، زي ما انا قلت في اول الفيديو النجاح ثم الفشل ثم اعادة النجاح تاني بتكون صعبة شوية، لان الناس هتشوفك ان انت فشلت ووقعت وي وهتسمع كلام وحش قوي. فعشان كده وفر على نفسك الكلام ده كله وتعلم من محمد ان انت لازم تلتزم ولازم توصل لهدفك، ومش بس توصل لهدفك، لا ده انت خلال ان انت لما بتوصل لهدفك ان انت تكون بتغير فكرك كمان بالزبط. لان لو غيرت فكرك والله والله ما هترجع تاني ولا جرام، ولو حتى زدت تاني هتلاقي نفسك بسرعة بتلحق نفسك صح. لكن ما غيرتش فكرك ومشيت كده مع الطيار كده شوية ونخس يلا وايه ويلا وفرق، لا. ومش هو ده، مش هو ده اللي احنا اتفقنا عليه، مش هو ده اللي احنا قلناه. اللي احنا اتفقنا عليه اتفقنا ايه؟
ان احنا نغير فكرنا. لو انت جاي عشان تخس بس يبقى ما تخسش احسن، لكن لازم تغير فكرك. تغير فكرك ازاي؟ ان انت تعرف الاكل الصح فين، الاكل الغلط فين، ان انت ازاي ان انت ما تعكش، ازاي ان انت تتفادى اي زياده في الوزن مستقبليه، ان انت تتعلم ان الميه مهمه، ان النوم مهم، ان الحركه مهمه، ان انت ما ينفعش ان انت تبعد عن الميزان فتره طويله بعد التغيير، وان تخلي الميزان ده صديقك كده وتمشي بيه كده اهو تحت دراعك كده وتفضل ماشي بيه رايح جاي بيه، توزن كل شويه علشان خاطر اي زياده تعرف تشوط فيها على طول. طيب. لازم نتعلم من محمد ان احنا طالما نجحت يبقى لازم تحافظ على نجاحك ده، لان كل اللي حواليك هيتاثر بيك، كل اللي حواليك ممكن يلخبط بسبب ان هو شافك كده. ممكن ناس تكون عايزه تبدا دايت تشوف محمد وزنه زاد يقول لك يا عم هو وزنه زاد تاني يعني هتعب نفسي على الفاضي. لا 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 لا، ما انا هو قدامك ونماذج كتير جدا قدامك ما شاء الله خست وفضلت ثابته. هل احنا محمد انت بتشوفنا انا مثلا انا وميدو وعبد العظيم الناس اللي هي محافظه على رشقتها وانت تعرفهم كويس، هل انت بتشوفنا ان احنا بناكل اكل غير الاكل اللي انتوا بتاكلوه مثلا لما بنكون قاعدين في اكله مع بعض؟ بناكل كلنا من نفس الاكل وبس، لو يوم فري لو يوم فري بناكل كلنا وبنتبسط نفس الاكل اللي احنا عايزينه، مش حارمين نفسنا واحنا بناكل في الايام العاديه. يعني احنا ممكن نتقابل في ايام عاديه يلاقونا احنا بناكل الاكل العادي خالص وهم بياكلوا الاكل الدايت بتاعهم واحنا بناكل، بس بناكل بفن. ايوه يعني ماشي اكلنا كفته مشويه مع مثلا مش عارف مع كباب مثلا مشوي ولا حاجه، ما اقعد شفره مثلا 10 ترغيفه معاه. أيوة. لا اكل على قدي مع رغيف ولا رغيفين لو هما صغيرين وخلاص. أيوة. لكن ما هقعد افرم تلاقي واحد قاعد عقبال ما الاكل يجي يكون فرم السلطه مع ايه مع العيش كله والله كله بعد كده بقى ايه يطلب عيش تاني، فده السلوك. لا انا اكلت وشبعت واستمتعت بالاكل، في حاجات زيادات ما ينفعش ان احنا ناكلها. صحيح. فعشان كده لازم نتعلم من محمد. وبرضه انا قلت لحضرتك ان يعني اللخبطه والعك والكلام ده زي ما قلت لحضرتك قبل كده ده متعه يعني وقتيه، بمجرد ما اكلت والاكل كلت وخلاص ونزل خلاص. فانا لكن للرشاقه بقى والالتزام وان انا افضل رشيق ومحافظ على وزني ومحافظ على صحتي، دي متعه دائمه بقى مكمله معايا وهفضل فخور بيها وهفضل معتز بيها وعمري ما يعني واللخبطه. لكن عكس كده بقى اللخبطه والعك والكلام ده يعني رغم ان متعتها قليله خالص لكن بيمتد بقى بسببها زيادة الوزن والفشل وان الناس شايفاك ايه ده انت زدت، ايه ده انت مش عارف ايه، ايه ده انت كنت خسين انت هترجع تاني ولا ايه انت رجعت، والكلام ده بيفضل ده مكمل معاك تاني بقى لغاية بقى لما ربنا يكرمك وتبدأ تلتزم تاني وتخس من اول وجديد وهكذا. فلا الرشاقة في جميع الاحوال افضل بكتير قوي من ان انا اعك ولا ان انا لخبط ولا ان انا اكل او اشرب حاجة انا بحبها في دقيقة ولا دقيقتين. يعني دي نصيحتي بالضبط. واحنا بنمد ايدنا ليك وبنقول لك يلا ابدا معانا التحدي ده، وده التحدي الاخير في المسابقه دي، وان شاء الله في 6 تحديات جايين في مسابقه جديده هنرتب الانظمه تاني وننزل لكم بترتيب حلو كده علشان نحقق النتيجه من الاخر خلال فتره الشتاء. فتره الشتاء اهم الفترات اللي هتمر عليك في حياتك، ومحمد واحد من الناس اللي خس رقم كبير جدا في الشتاء، وبالتالي انا بدعوكم ان انتم ما تفوتوش مسابقات الشتاء دي ان شاء الله باذن الله. ولو هتشارك معانا في التحدي ده اكتب في التعليقات ان انا قابلت التحدي، وكمان اكتب في التعليقات اسم المسابقه او اقترح اسم المسابقه الجديده، واكتر اسم هياخد لايكات وهيبقى شكله حلو كده واحنا هيعجبنا الصراحه هناخد الاسم ده ونعمل بيه المسابقه الجديده ونسميه باسمه، وان شاء الله باذن الله مع فيديو شرح المسابقه هنشكر الشخص اللي قال اسم المسابقه ده ان شاء الله باذن الله. يلا بينا نشوف التحدي الجديد. يلا بينا نبدأ على بركة الله. التحدي السادس لنظام جميع الأوزان، زي ما انت شايفين كده التحدي السادس هيكون تحدي سهل، وده التحدي الأخير في مسابقتنا رشاقة أكيدة قبل السنة الجديدة. أتمنى يكون الناس استفادت من المسابقات اللي فاتت، وأتمنى الناس اللي ما استفادتش من التحديات اللي فاتت سواء بقى المسابقات اللي قبل كده إن هي تلتزم بهذه المسابقة، مهمة جدا جدا يا جماعة. على الريق طبعا عندنا اختيارين تختار اي اختيار فيهم، الفطار عندنا عدة اختيارات كتيرة، وجبة خفيفة بين الفطار والغدا، عندنا الغدا تختار عندك نشويات وبروتين وخضار، تاخد بقى طبق النشويات حلو مع طبق بروتين حلو مع الخضار بتاعك، وطبعا العشاء زي ما انت شايف كده اختيارات متعددة، الجوع الليلي او في اي وقت تحب ان انت تقدر تاخد وصفة من هذه الوصفات اللي موجودة مع الملف الكامل، ودي مشروبات السناكس لما تشعر بالبرد.
طبعا زي ما انتم شايفين كده ده اليوم الثاني من التحدي السادس لجميع الاوزان، اليوم الثالث من التحدي السادس لجميع الاوزان، واليوم الرابع من التحدي الثالث لجميع من التحدي السادس لجميع الاوزان، واليوم الخامس من التحدي السادس لجميع الاوزان، واليوم الخامس والسادس ده السادس اهو من التحدي السادس لجميع الاوزان، وده اليوم السابع. وطبعا شرحنا كتير جدا، وتقدر ان انت تعرف سعراتك الحراريه وتحسبها من خلال الجداول دي، والدنيا تبقى معاك تمام ان شاء الله باذن الله. ونبدا على بركه الله التحدي السادس لنظام المرضعه. اليوم الاول من التحدي السادس والاخير من نظام مسابقتنا الجديده رشاقه اكيد قبل السنه الجديده، اليوم الاول من التحدي السادس، اليوم الثاني من التحدي السادس، واليوم الثالث من التحدي السادس، واليوم الرابع من التحدي السادس، واليوم الخامس من التحدي السادس، واليوم السادس من التحدي السادس، واليوم السابع من التحدي السادس، والاخير واخر يوم في المسابقه يوم 10 يناير. اتمنى ان الناس اللي هتوصل لليوم ده ان هي ان شاء الله باذن الله تكون وصلت لهدفها ان شاء الله باذن الله. طبعا ده ازاي تشرح ازاي تفهم سعراتك الحراريه، ولكن تقدر تاخد وجبتين مفتوحين خلال اليوم، صوم بعد كل وجبه 5 ساعات وخلاص. ونبدا على بركه الله التحدي السادس لنظام الاشبال، ونبدا باليوم الاول من التحدي السادس. زي ما انتم شايفين كده نظام سهل وبسيط وجميل ولذيذ ولطيف. اليوم الثاني من التحدي السادس، واليوم الثالث من التحدي السادس، واليوم الرابع من التحدي السادس، واليوم الخامس من التحدي السادس، واليوم السادس من التحدي السادس، واليوم السابع من التحدي السادس، والاخير في مسابقتنا رشاقة أكيدة قبل السنة الجديدة. في طرق كتيرة جدا للحصول على أنظمة لو نفسك تخس، أسهلها إن أنت تدخل على جوجل وتكتب لو نفسك تخس بس، هيطلع لك كل حاجة خاصة بلو نفسك تخس، سواء قناتنا على اليوتيوب، صفحتنا على الفيسبوك. زي ما انتم شايفين دي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس، الصفحه الرئيسيه. وكمان لو دخلت على قناتنا على اليوتيوب هتلاقي قناه كبيره جدا اسمها لو نفسك تخس. وكمان تقدر تحمل تطبيق لو نفسك تخس على موبايلك الاندرويد بكل سهوله، وبينزل عليه الانظمه كل يوم. وكمان عندنا موقعنا الرسمي لو نفسك تخس. بعد ما شفنا التحدي، ها اتعلمت يا قد؟ اتعلمت. اتعلمت التزام، ها؟ ان شاء الله كلنا هنلتزم وكلنا هنوصل للرشاقة ان شاء الله باذن الله، ونغير فكرنا وهو ده الاساس. السلام عليكم.